وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور نبيل علي العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية من العاصمة الأردنية عمان. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ونحن نتحدث عن استمرار الاحتجاجات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، عن أي مستوى تدهور اقتصادي نتحدث بالضبط؟ شكرا جزيلا لك. يعني نحن نتحدث عن تدهور اقتصادي غير مسبوق. لا شك أنه إيران باتت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، برزت مؤشراتها وانعكست من خلال أزمة البطالة التي تتحدث التقديرات الرسمية الإيرانية أنها بلغت 11%، بينما التقديرات الدولية تتحدث عن أكثر من 19%. إحنا الآن زي ما تفضلت أيضا انهيار سعر التومان، الآن فقط خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من 400% من قيمته، الآن نحن نتحدث عن 5000 تومان للتومان، وهو انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية. انعكس ذلك كله على ارتفاع نسبة الفقر، الآن إحنا نتحدث عن أكثر من 44 مليون إنسان في إيران تحت خط الفقر، نحن نتحدث عن أكثر من 12 مليون نسمة يعاني من فقر غذائي، نسبة التضخم أيضا عالية جدا بلغت أكثر من 17%. الآن كما تفضلت أيضا قبل قليل يبدو أنه الإضرابات بدأت تأخذ أشكال جديدة، إضرابات قطاعية مثل قطاعات الطاقة، النفط، الغاز، إضرابات للنقابات مثل المعلمين، قطاعات التعدين، أيضا بالإضافة إلى السطو على مدخرات المواطنين وودائع البنوك، هذا أدى إلى إفلاسها. وبالتالي نحن نتحدث عن أنه ما يحدث الآن في إيران هو يعني أزمة قد تهدد بانفجار الأوضاع الداخلية في أي لحظة. طيب دكتور، في ظل المعطيات اللي ذكرتها حضرتك ومن خلال متابعتكم، ما حجم السخط الذي أصبح اليوم بين أوساط الشارع الإيراني بسبب أيضا إنفاق إيران مبالغ مالية كبيرة على تدخلاتها في دول المنطقة بدل إنفاقها على تحسين الأوضاع داخل إيران؟ يعني سؤال مهم ومحوري. أنا بعتقد أنه هناك أربع عوامل أساسية أسهمت في التأثير سلبا على الاقتصاد الإيراني وعلى الأوضاع الداخلية التي تعيشها إيران. الأول هو التوسع الكبير في برامج إيران التسليحية، لا سيما البرنامج النووي والصاروخي، هذا أدى إلى استنزاف الاقتصاد الإيراني، وهذه البرامج كلفت يعني عشرات المليارات. الأمر الثاني هي في واقع الأمر سيطرة الحرس الثوري الإيراني الفاسداران على الاقتصاد الإيراني من خلال ذراع مؤسسة خاتم الأنبياء اللي بتسيطر على أكثر من 853 مؤسسة ومصنع ومنشأة، وبالتالي هو بيسيطر على أكثر من 35% من حجم الاقتصاد الإيراني، وهذا كله عاق عملية الاستثمار والخصخصة والتنمية وأثر ذلك سلبا على الاقتصاد الإيراني. العامل الثالث المهم يعني ما يتعلق بانخراط إيران في مداخل الأزمات الإقليمية، لأن هذا كبد الاقتصاد الإيراني كلف عالية ومهولة. الأزمة السورية نحن بنتحدث عن استنزاف مستوى يعني بشكل غير مسبوق، استنزف قدرات إيران، استنزف سنويا من 6 إلى 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى الإنفاق الهائل على أيضا مخالب إيران ووكلائها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني ودعم الحركة الحوثية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا أثر بشكل كبير جدا، خاصة مع ارتفاع دعيني أسميه الفساد الاقتصادي الكبير في إيران اللي يتحدث عنه الرئيس السابق أحمد نجاد، وتمثل ذلك بالسطو على المال العام والفساد المالي، وهو الأمر اللي جعل إيران بتمثل المرتبة 134 حسب تقارير الشفافية الدولية من أصل 176 دولة. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل هذه المتغيرات أثرت بشكل كبير جدا على البيئة الداخلية الإيرانية، وتجعلها يعني تستمد معطيات كثيرة وعوامل دافعة لانفجار داخلي وشيك. دكتور، هذا الانفجار الداخلي الوشيك هل يمكن القول أنه قريب جدا بسبب تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين والأسباب اللي ذكرتها حضرتك؟ وهناك أيضا من الشركات، على سبيل المثال شركة هيبكو للآليات الثقيلة، التي لم تدفع رواتب موظفيها منذ 8 أشهر بحسب مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد أنه يعني إيران باتت على صفيح ساخن، كل ذلك يؤثر على حركة الاحتجاجات التي أخذت شكل الديمومة والاستمرار، بدأت في الهوامش والأطراف، الآن انتقلت إلى مراكز المدن في العاصمة طهران، في أصفهان، في شيراز، في غير ذلك من هذه المناطق. الأمر الثاني أيضا دخول خط الأقليات على هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات، بدأت كما تعلمين في مناطق الجنوب والأحواز العرب، ثم انتقلت إلى المناطق الكردية، مناطق اللور، مناطق البلوش، كل ذلك في صرخة واضحة
خاصة أن الشعب الإيراني أعلن بشكل واضح أنه تحت شعار لا سوريا ولا لبنان دون فداء إيران، بمعنى لا سوريا ولا لبنان روحي فداء لإيران، وطالب القيادة السياسية في إيران بالانكفاء الداخلي والكف عن تدخلاتها الإقليمية المدمرة وسياسات إيران العبثية من خلال مداخل الأزمات. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل المعطيات تشي بأن هذه الحركة الاحتجاجية في اتساع مستمر، النطاق الجغرافي أيضا في اتساع، وأيضا بدأ يشير إلى انخراط فئات جديدة ودخول خط الأقليات على خط هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات، مما يشي بأن الأمور مرشحة كما تفضلت الانفجار في أي لحظة هنا. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف الدكتور نبيل علي العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية من العاصمة الأردنية عمان.